اقترب رمضان، شهر الصيام والعائلة، شهر المناسبات يحتفل به المسلمون حول العالم، شهر كريم سيشهده السوريون بعيداً عن ديارهم بعد أن تركوها هاربين من مطرقة النظام وسندان داعش. لاجئون يعيشون أجواء رمضان بعيداً عن أهلهم للمرة الخامسة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011. والله شعورنا سيء كثير، يا ريت نكون ببلادنا، يعني هون شو ما سوي حاسين حالنا غريبين كثير مش شوي. وبعدين رمضان شو بدنا نحضر له؟ كهرباء ما فيش، حضر براد، ميات سقعات ما فيش، أسعار هو النار. لم يكن اشتياقهم لبلادهم هو مشكلتهم الوحيدة، حيث يعاني السوريون من نقص في الغذاء وغلو الأسعار بعد أن خفض برنامج الأغذية العالمي المساعدات المقررة لهم بسبب النقص الشديد في التمويل. أولويتنا في رمضان أن نستمر في تقديم المساعدة من برنامج الأغذية العالمي للعائلات السورية حتى مع النقص الذي اضطررنا لفرضه، كما أننا ننظم حملة تبرع على مواقع التواصل الاجتماعي. معاناة جاءت البطالة لتزيدها بعد أن خرج العديد من اللاجئين من إطار مساعدات الأمم المتحدة في أجواء قد تكون احتفالية. سيعيش اللاجئون السوريون شهر رمضان آملين في العودة لمنازلهم.